مساء الخير، حلقة جديدة من برنامجكم الشعبي تنفيس مع أبو وطن. في هذه الحلقة أستضيف قامة أدبية كبيرة لها منجزاتها، سنناقشها عما صاغته من أدب وعن مشوارها الفكري وعن مشوارها المهني. رحبوا معي بالأديب نائل العدوى. أهلا وسهلا. أهلا فيك، مساء الورد. صعب أنك تقدم أديب وشغل بعيد عن الأدب، بس أنا بدي عشان أنت تعرف بنفسك للجمهور من هو نائل العدوان بإيجاز. بإيجاز يا صديقي، شكرا أول شيء على دعوتي لهذا البرنامج المميز مع شخص مميز مثلك. الله يسعدك. نائل العدوان ابن القرية، قرية شفا بدران، اللي يعمل الآن بالحكومة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مدير استثمار. طبعا العمل في جهة والهواية أو الموهبة في جهة أخرى. كتبت الرواية، كتبت القصة القصيرة، عندي تقريبا ما يقارب 8 مؤلفات في القصة وفي الرواية، وعندي حتى ديوان شعر، وعندي أيضا كتب في الاقتصاد. يعني سؤالك شوية بيرجعني لكل المراحل اللي مريت فيها من ما تخرجنا من الجامعة ولغاية الآن. بس لكن إذا بدك تعريف كهوية، أنا أجد نفسي في منطقة الأدب أكثر، في منطقة العمل ومنطقة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك أنا يعني برسم، يعني إلي محاولات منيحة بالفن التشكيلي. هذا أنت فنان شامل زي ما بقول. يعني بنحاول قصة وشعر ورواية ورسم. بتغني؟ لا ما في غناء؟ لا يا ريت، نفسي بس بستمتع بالغناء. تستمتع بالموسيقى؟ بستمتع. يعني ما عندي مشكلة صراحة أعمل يعني أي عمل إبداعي إذا أتقنته، يعني أنا بستمتع في هذا العمل بغض النظر عن أي عمل. أنا الطبخ كمان يعني بحب أطبخ، هذا فن لحاله. هو بالنسبة لي أنا يعني حتى شبهت الطبخ مثل لوحة. إذا بدك كتبك تصير أكثر مبيعا، لوحة تشكيلية. فن الطبخ يعني لا يعني لا بس أحب أنا أطبخ، يعني بحب أستمتع بالقلب. شو أكثر الطبخات اللي يعني الصاجيات؟ هذول تخصص، هذول الصاجيات. قبل فترة جربنا نعمل راس عجل، طبخناه. منسف بتطبخ؟ منسف بطبخ بس مش خبير فيه. يعني مش خبير؟ لا مش خبير فيه. طبخات من خارج الوطن؟ يعني شوية على المكسيك. يعني تعلمت شوية أكل مكسيكي. الفاهيتا. وين درست نال؟ أنا درست بالجامعة الأردنية. جامعة أردنية. تذكر ذكرياتك فيها؟ طبعا كانت أجمل الذكريات. نوعا ما في يعني في ذكريات أجمل كمان. أجمل. أنا كنت مقيم في كندا كمان. قديش قعدت في كندا؟ ما قعدتش كثير، قعدت تقريبا 4 سنين فقط. بس طب هذول لحال ان قطعة أدبية لحال. طيب يعني التسارع اللي موجود في كندا، التسارع الشغل والإنتاجية أكثر من هون بكثير، فبتحس حالك بال4 سنين عملت أشياء كثير. يعني أخذت الجنسية، عملت شهادة. أنت معك جنسية كندية؟ معي جنسية. يعني أنت هسه محصن؟ من إيش؟ يعني ما يقول لك اللي معه جنسية ثانية أجنبية أوروبية. الله عاد يعني الجماعة رحنا عليهم قعدنا 3-4 سنين قالوا لي خذ الجنسية، شو بدي أعمل؟ يعني لو رحت أنا قعدت 4 سنين بيعطوني إياها؟ لا. ويقول لك كشكل من هون. بدك بدك تقدم طبعاً. بدك يعني هي معاملة هجرة رحت أنا. طب ليش حاولت تهاجر يعني؟ يعني البحث عن فرص أفضل كمان. شعرت بالغربة داخل الأردن؟ والله ما عمري شعرت بالغربة بداخل طيب وطني. قبل أخش بالأسئلة زيها. بس لا بس يعني. لا، رح أرجع له. أنا استعجلت بالسؤال. أنا بعرف إنك موظف حكومي. هل هناك تعارض ما بين وظيفتك الحكومية وإبداعك الأدبي؟ أبداً. يعني ماخذ حريتك في الإبداع؟ يعني أنا قريت لك. بقرأ لك ولا حدا بيظن إنك أنت موظف حكومي. صحيح. صحيح، بس لانه يعني عاده ما بصير يعني يعني اتس وان واي اور تو ويز. كيف يعني؟ يعني انا موظف حكومي وبكتب، مو في عندي ابداع. طب هو حتى كتابتك، بس هل يعني انك انت تكون حتى كتابتك في يعني الكتاب اللي راح نحكي عنه بعد شويه، الطاسوس،
ناقد ساخر يعني لا يضير انك تنقد انت يعني اقول لك انت اولادك بتحبهم وبتخاف عليهم بس تنقدهم يعني على الصداد مثلا انت احنا قاعدين في البرنامج انا ما بدي احرجك لا ليش تحرجني بالعكس انا يعني كلني يعني لن تتحرج من قول اي راي ممكن يزعل وزيرك اذا كان هذا الراي بيفيد وزيري ليش لا بالعكس قلت يزعله ما قلت يفيده ما هو يعني طبعا مش انك تنتقده هو بشكل مباشر يعني انك تحكي راي مخالف للحكومه بتخاف وزيرك راجعك فيه يقول لك شو النائل هو حسب الراي ابو وطن حسب الراي فعشان هيك ارجع للسؤال اللي انا سالتك اياه لماذا اردت ان تهاجر هل شعرت بالغربه داخل الاردن ولا بس عشان فرصه العمل لا شوف انا بال99 تقريبا فكرت بموضوع الدراسه بس وجدت انه اذا بدك تدرس في خارج الاردن بدك تكلف لانه يعني طبعا انت بدك تكلف يعني كمواطن او غير كندي فانا تقدمت للهجره بمنطلق اني ممكن ادرس على حساب الحكومه الكنديه وكانت مهيئه لي الفرصه كيف يعني كانت الشروط كلها مطبقه علي رميت هالطلب بعد كم من سنه قالوا لي تعال فبالتالي انا يعني قلت اضرب عصفورين بحجر فكره اني ادرس وفكره اني اكون مواطن كمان فوزطت بس ما درست شفا بدرا لم تعد قرية لا ابتلعتها المدينة كما باقي القرى الأردنية أيهما أجمل القرية المدينة أم القرية القرية لا القرية القرية أكيد يعني إحنا خلينا نحكي عن 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 شو عم بصير بالقرية المدينة الآن هي قرية يعني لا هي مدينة ولا هي قرية يعني أهلها كانوا بالقرية نفسهم نفس الأهل لكن اضطروا إنه يكون عندهم الآن عمارة جديدة بجنبهم جيران جداد يعني الصخب بالمدينة انتقل إلى القرية والغربة بين الجيران انتقل بدون هوية كمان بدون هوية يعني كيف يعني ابن المدينة عنده هوية المدينة نشأ في المدينة وكبر فيها ترعرع فيها ابن القرية لا ابن القرية في انقسامات عنده صارت يعني منشأوا بالقرية وفجأة صارت المدينة قرية القرية مدينة يعني الآن هو بحالة يعني زي ما هي صراع داخلي أنا وين يعني لا زالت في بعض العادات موجودة يعني مثلا أنت وقاربك مثلا بجنبك أصدقائك إذا اللي كانوا بالقرية نفسهم لساتهم موجودين بس في بعد اجتماعي كيف يعني التباعد الاجتماعي اللي بنحكي فيه الآن بالجائحة هو كان هو موجود على فكرة موجود كيف بحكم التحول او التحول القريه الى مدينه فبالتالي في تباعد كيف يعني صار ابن عمك بجنبك بس مش قادر تشوفه انت قصدك انه صار تحول اجتماعي رغم انه الكل حوالين بعض بس ما حدا بيشوف هو تحول تباعد اجتماعي لانه تباعد انت كل واحد صار بشغله كل واحد صار بعمله كل واحد صارت في زخم للحياه كثير زمان كانت اربع خمس دور كلياتهم بالقريه بجنبك حوالينك يعني بتعشوا مع بعض بتغدوا مع بعض بفطروا برمضان مع بعض كان في كان في تمازج كثير احنا افتقدناه الان طبعا بحكم يعني ما بنقدر ننكر انه الان العائلات كبرت وصار في المدنيه دخلت علينا وما حدا فاضي لحدا زمان كان شارع واحد عندنا بالقريه شارع واحد كل اللي بمروا نعرف سياراتهم الان صعب يعني صارت مغرم انت بالمكان كشفه بدران طبعا مغرم بعتز فيه انت لسه ساكن فيها؟ نعم. بيتك القديم بيت ابوك لا بجنب بيت ابوي. الله يطول بعمره. امين يا رب. مش فيها الله. امين يا رب امين امين امين. والوالده كمان. بلاش تزعل علينا. بلاش تزعل علينا. مو انا انت حكيت عن ابوك وسكتت. لا لا والدتي لا بالعكس. لما قلت لي كمان من والدي يطول يا رب الله يطول بعمره يا ربي. ان شاء الله. ونسوان ابوي كمان يطول بعمرين. نسوان ابوك؟ ابوي متزوج اكثر من واحده. قديش واحده؟ يا سيدي أبوي متزوج أربع نساء أربعة على ذمته الآن ثلاث على ذمته ثلاث نعم طيب أمك الأولى؟ لا أمي الثانية أمك الثانية نعم أنت معناتها من أبناء المدللة لا يعني. شو المدللة؟ ما أقول لك بعد ثنتين أمي لا ثانية. بس أنت اعتبار أنت أول واحد للثانية نعم معناته صحيح تكون ابن المدلل ابن المدللة؟ يعني تقدر تقول لحد ما تجوز الثالثة بعديها سحب البساط من قبل ثلاثين سنة تقريبا قديش؟ يعني جوال لا قبل ثلاثين سنة تقريبا ما شاء الله أنا أخواتي يعني هسه كلهم متزوجين الحمد لله ما نفسه بالخمسة ولا والله شوف أنا يعني أتصور فيه
يعني ممكن الله الله يشفيه. واضح ان ابوك يعني مجموعه حكايات مع بعض. نعم جدا. هل تاثرت به؟ كثير. انا والدي يعني قدوتي. يعني بكرمه بطيبته برجولته بتعامله مع الناس بتعامله مع الجيران مع الاقارب. انا يعني قدوتي والدي. حكى؟ لا ليس حكى. لا يتكلم بوزن يعني كيف يوزن الاشياء يعني يوزن الكلمات قبل ان يحكيها ويتدخل في الوقت المناسب. يعطي الزبده وانتهى يعني ما مش حكاء لوالدي. لا طب منين جبت انت؟ وانا مش حكاء كمان. انا كاتب. مش حكاء. انا كاتب بتظبط. انا كاتب بتظبط روائي وقاص يعني هي اتصور كامل هي خيال يعني خيال. اتصور انا بحب يعني التخيل بحب اني افكر كثير باللاواقع يعني. مين اكثر شخص اثر فيك في حالتك الابداعيه غير ابوك؟ الله يذكره بالخير المهندس مفلح العدوان خالي بصير. مفلح خالك؟ نعم. انت لاحظ انت قلت المهندس ما قلتش الاديب. المهندس الاديب بس مفلح خالك. نعم. وعديلي كمان. وعديلك. نعم يعني انا وياه مخذين الخوات. تاخذوا اراء بعض في نصوص بعض كثير جدا. من ما في حساسيه او منافسه او غيره؟ لا بالعكس بالعكس يعني انا يعني مفلح صديقي يعني مفلح صديق وصديق عزيز وقريب ففي مشورة دائمة يعني متبادلة من الطرفين. هو أكثر واحد أثر فيك؟ طبعا هو بحكم العمر كمان هو يعني. لا بس أنت مش مبين صغير. هو أنا مش صغير بس مش كبير يعني يعني بيني وبينه تقريبا 8 سنوات بس. 8 فارق. يعني انا كنت فارق يعني انت لو قلنا كنت تاخذ رايه وهو عمره 25 كان كبير. كان يعني كان بالنسبه لي شاب يعني انا كنت صغير. لا لا في فارق. بعديها حكت جيال بعض ما في في سنوات يعني خلاص انتهى الفارق. بالضبط. طيب بدي ارجع الحاله الابداعيه والحاله المهنيه. انت بتشتغل في وحده الاستثمار او مدير وحده الاستثمار في وزاره الرياده والاتصالات في عز دين الأرقام وأنت تشتغل أجتك الحالة الإبداعية. أكتبها. تكتبها وتترك الأرقام تترك الشغل. لا أنا بكتب يعني. ما حصلت. لا تصير بس أنا ما بكتب يعني بشكل نص كامل بكتب يعني هنت. رؤوس أقلام. رؤوس أقلام وبعدين برجع لها بال يعني على الأقل أتذكر شو الشرارة. يعني بكتب الشرارة أنا. وبعد يعني ساعتين لما أفضى وأقعد هيك أشرب فنجان قهوة وأقعد بكتبها على راحتي. ما الذي ينقص الأردن إبداعيا؟ لماذا لم نستطع؟ وأنا قاصد في السؤال حقيقة يعني جوز تقول لي أنا خالفك وجهة النظر. لم نستطع أن نقدم أديبا حقيقيا للعالم. يعني في الآن موجود. أنت تقول لما يعني إحنا زمان زمان إنسان الجواز. أنا بحكي الآن لو بدنزل على الشارع العربي والشارع أقول لهم اذكروا لي اسم أديب أردني أحد راح يذكر لي شيء مرة. احنا ما استطعنا نصنع. بتصور شوف احكي لك شو الفكره. انا باعتقادي هي مش بس بالادب كمان يعني بكل المجالات. الان احنا مش قادرين نطلع يعني حاله خلينا نحكي حاله ابداعيه يحكى فيها في الوطن العربي. بتصور يعني كثير من يعني هي مش بس يعني اذا بدنا نقول نشتغل مين الحق على مين. بتصور جهود متكاتفه. الحق علينا كلنا. الحق علينا كلياتنا يعني احنا كلياتنا يعني متفقين انه في عندنا كفاءات بالاردن بمجال الشعر بمجال الموسيقى بمجال التمثيل بمجال الرياده اللي انا بشتغل فيها. في عندنا يعني في عندنا كفاءات احنا بنصدرها قاعدين نصدرها للدول كلياتها. لكن في وجودهم بالأردن لما يكونوا على على على, على بالأردن ما بتحس إنه الإبداع كامل. حالة الإبداع حتى ليش؟ لو ليش؟ حتى لو لو ليش لما تروح نحط الأردني برا وكأنه قاعد في مكانه بتطلع كل طاقاته ببدع بيعلم في خطة واضحة. ليش هون بقعد الواحد 50 سنة ويا دوب اللي بيعرفوا اللي حواليه؟ بحكي لك في خطه واضحه يعني في خطه واضحه بتكون ممنهجه انه اي حدا بيبدع بدنا نعمل له الاحتفاليه اللي يطلع برا الاردن. في خطه واضحه. الان ما عندنا خطط. انا ما اعتقد ان في خطط واضحه ويعني فيها زي ما يحكوها فيها التانجبل اللي هو
اللي تقدر تقول والله أنا إذا أبدعت في عندي حوافز، في عندي استثناءات مش موجودة على أرض الواقع. أتصور بحاجة إلى تكاتف الجهود الفترة الجاية. بديش أنظر على فكرة رسميا، ما بدي أنظر رسميا، يعني كلنا عارفين أنه الإبداع عنا بالأردن بسواء كل المجالات. يعني أنت بتشوف كل يوم مبدع في الأردن تحكي معاه على مستوى الصناعة، على مستوى الكيمياء، على مستوى الفيزياء، عم بتشوف مبدعين، والفن والأدب وعلى شكلته بتشوف مبدعين. ليش ما يبدعوا إذا بقوا بالأردن وطلعوا برا؟ لأنه ما في برنامج واضح لهم. يعني أنا باعتقادي أنه لازم يكون في برامج واضحة بكل مجال، يعني أنا نحكي بالصناعة، الزراعة، التجارة، لازم يكون في برامج واضحة للمبدعين فقط. يعني المبدع يجب أن يكافأ كمان. يعني كيف؟ يعني أنا إذا مبدع لازم يكون عندي مكافأة ولازم يكون عندي استثناء. الآن ما في. يعني إذا شركة مبدعة بأي مجال من المجالات يجب أنك أنت تعملها إعفاءات من الضريبة، تعملها تسهيلات، غير الشركة العادية اللي بيمشوا بالنطاق. أنا بحكي على مستوى الشركات. الآن على مستوى أفراد نفس الشيء. المبدع الفرد سواء كان فنان أو كان شاعر أو أو أو, أو يجب أن يكون يكون هناك خطة واضحة لرعاية إبداعه، مش بس بمرحلة مؤقتة وأتركه، ومش جوائز زي ما تحكيت أنت ولا مسابقة. لا، الدولة والحكومة والقطاع الخاص. أنا ما بحكي كمان إنه دائما إحنا نضل نحكي يعني من جانب إنه الحكومة، لا يا أخي، الحكومة فيها لها دور، بس في كمان القطاع الخاص، المؤسسات المدنية، مؤسسات المجتمع المدني، فهي جهد تكاتفي. أعتقد أنت حاس حالك مظلوم أدبيا في الأردن؟ لا، مش مظلوم. لا، ليش؟ جهد كمان. شوف، اذا ما حسيت بالمظلوم، يعني انا بكتب كتاب وبتركه عندي بالدرج وبقول انا مظلوم تعالوا، ما حدش راح يبحث عنك. انت يجب ان تبحث عن اذا بدك شهره وابداع. والله بيقول لي لا مش مظلوم. لا، ما انا باعتقادي بجوز، يعني عفوا، يعني انت اذا واحد شاعر مبدع المتنبي الاردن، في الاردن المتنبي يظهر في الاردن، وهذا المتنبي قاعد ببيت وسكر الباب حاله ويقول لك تعالوا يلا انتوا ظلمتوني، ما بزبط سيدي. انت اذا ما نشرت، اذا ما تعبت حالك، لازم في جهد شخصي على المبدع كمان. يعني عفوا، اذا انت ما شاركت بالمنتديات، ما عملت يعني لنفسك كمان يعني هالهاله اللي موجوده عند بعض الشعراء، احكي لك في كل العالم الجهد. يعني انا بقول 80% على المبدع نفسه و20% على المجتمعات. أنا تتوافق معي يعني أنه غالبية، بلاش غالبية، أنا نسبة كبيرة من المسيطرين على المشهد الثقافي ليسوا كما يجب. يا سيدي، ما أنا بحكي لك، التقصير على مين؟ التقصير على نفس المبدع اللي حافظ. طب هذا مش ماخذ دورك ودور غيرك ودور هو. أنت سمحت له يأخذ دوري ودور غيرك، يعني أنا مش أنت، يعني أنا فاهم. أنت يعني أنت سمحت كمبدع، أنت سمحت له لأنه هو نشيط إبداعيا وإعلاميا. الآن يعني هي الإعلام هو الذي يتحدث، خلينا نحكي بصراحة. ما فكرت هلا الإعلام يتحدث، هلا شو الكونتنت أو المحتوى اللي موجود. هلا أحيانا في عدم وجود المحتوى الجيد يظهر المحتوى الرديء، والناس أحيانا تقبل فيه، يعني تقبل فيه. ليش؟ لأنه أنت عندك اليوم سوشيال ميديا وعندك إعلام، وعندك الآن عم بتشوف كيف الناس بتتابع. بطلت تتابع تلفزيونات ولا جرائد ولا، صارت تتابع السوشيال ميديا. يعني إيصال المعلومة سواء أدبية أو اجتماعية أو سياسية عن طريق السوشيال ميديا. بالتالي الآن هي مرحلة إعلام عنا إحنا بكل العالم مش بس بالأردن. عمرك كتبت نص غاضب سياسيا؟ لا. طب ليه؟ مع أنه الأردن أكثر البلدان يعني فيها غضب سياسي. يعني أنا بوظف السياسة بأدبي، يعني ما بكتب بشكل مباشر بالسياسة. ما بتشارك مثلا في توقيع في حملات التوقيع على إيش؟ أرفع الظلم عن كذا، أخرجوا عن كذا. لا، ما بقتنع. نظريا سيدي، أنا رجل يعني بحب عمليا، يعني طبيعة حياتي. وحتى مش لأنك موظف. لا مش موظف. أنا يعني لا، شو دخل الوظيفة؟ هي الوظيفة مؤقتة بنهاية الأمر، يعني بس الأدب والإبداع موجود عندك. أنا بروح على العملي أكثر من النظري صراحة. طبيعة شخصيتي بحبش أظل أنظر بعدم، إذا ما في نتيجة عملية ما بقدر أقول لك والله أنا راح أكون هناك.
فأنت نظرت ولا حطيت أرفع الظلم ولا مش عارف إيش، مين سمعك سيدي؟ إذا ما كان فيه خطة واضحة ويعني يعني على الأقل رؤية إيش بده يكون بنهاية الأمر. أنا مع أن تكون واضحا ويسموها بالإنجليزي straight to the point، تروح على الموضوع تحكي فيه. أما هاي تتكلم بهدوء. طبيعة شخصيتك هيك. كثير. ما مش عصبي أنت؟ في أحياناً. يعني معروف عنا إحنا، أنا بدوي زيك ترى يعني. والنعم. أو منا. لا معروف عنا إحنا بسرعة بنعصب، بسرعة بننرفز، بسرعة يعني. بسرعة يعني بنفط بينا الفطة. فطة. هاي الفطة. يعني 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 حسب الموقف بس. إجمالاً لا، أنا بكون بهدوء بتعامل مع الأشياء. وتضبط معك يعني؟ والله ما تفكر انها سهله، هاي تدريب. تدريب يعني تدريب. هاي انا باعتقادي كل البيهيفير تاع الانسان هو تدريب، السلوك الانساني هو تدريب. يعني تدريب كيف انت تتعامل بالمجتمع اللي حواليك. يعني انا في المجتمع الغربي اكيد ما راح تفط، لانه ما راح يجيك مواقف مؤلمه او مواقف مفاجئه، او ضابط حالك حسب قانون الدوله. انت بالنهايه بدك توظف نفسك وانت ماشي بالسياره. الان ممكن واحد يدخل بشكل خاطئ قدامك. هلا اذا ما دربت نفسك انك تهدى ممكن يعني يصير مشكله بينك وبينه. فبدك تدرب نفسك على الهدوء. طيب هسه خليني هذا اسالك سؤال، هل كنت ولدا شقيا؟ لا. عشان معناته انت كمان يعني حتى وانت صغير ما كنت لا ما شغلي. ما كنتش يعني ما قلبت ابوك امك ما قلبت لا 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 بالعكس انا ما عملت لا ايوه اذا بسمع الحجي رضي كنت رضي. نحكيها بالبدويه رضي تحديدا. ما بسوي مشاكل. طيب ليش؟ معناها مرحله مهمه بحياتك يعني. غالبيه المبدعين لما هلا كان اخوي الاكبر مني كان شقي، فكنت انا مش ملحق ابوه لانه بلحق يعني كيف يعني مش قادر انت تكون شقي لانه اخوك الكبير كان اشقى منك. يعني في حد ابوك يزعل منك؟ والله والدي ما بزعل مني. لا بزعل لا 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 ما عمره زعل مني الا اذا يعني زعل مني وانا ما اعرف. لا لو انت تكون عارف يعني. لا دائما لما تتصرف يتصرف تحسب حساب انه خايف الموقف هذا يزعل الوالد، خايف كذا مسائل تخش في صلاتك. طبعا يعني انا والدي ما شاء الله عليه شخصية قوية جدا. من الشخصيات مش يعني شخصية في حضور له. أبوك دارس شيء؟ لا أبوي دارس السادس بس سادس. هو مثقف ويعني لف تقريبا واقف عند النقطة هاي نصف العالم. وهذه وهذا سألته لمفلح خالك. هل قبل بأن تكون أديبا؟ وإحنا يعني بهاتنا شو يعني قرايه وكتابه وديبه. بس هو قبل ولا قاتلت في سبيل هذا؟ لا هو قبل لانه في مسار اخر. خط علمي ما يعني مسار الادب لا يتعارض مع المسار المهني. يعني ما قال لك فكك من هالشغله عبين ما تاخذ شهادتك وما عارف ايش ما صار لا ما ابدا، لانه انا كنت بمسار المهني ممتاز. حتى مسار الدراسه كنت ايام الجامعه كنت متفوق يعني. حتى في الدكتوراه يعني انا كنت من المتفوقين. انا ساعة بقول لك نائل وانت. انا عندي دكتوراه اقتصاد اتصالات. انت ما بتعرف ها؟ انا شوف انا بعتمد على علاقتي مع الاشخاص. لا لا كويس. يعني عملت سيرش على جوجل وعلى من عارف انا ما بكتبش الدكتور. بكتبش ده. وطبعا هذا الان بقول لك اجمل ما فيك. انا بقول في المساله الادبيه طبعا هي راي شخصي، اذا كتبت كلمه دكتور سقط الادب. لا بكتبش انا دكتور لو كنت بالجامعه بكتب الدكتور يعني. ماشي يعني ما اختلفنا عليها. حسنت الدكتور دكتور اقتصاد اتصالات يعني ماخذ جانب الاتصالات بشغلي او بدراستي. كويس الاقتصاد اتصالات الان مع الثوره الموجوده. هاي حياتنا القادمه مواكبها انت كلها. نعم انا بستفيد منها كاديب طبعا يعني انت انا بكتب روايه الان بهذا الموضوع. كيف يعني انا جاء الان بين شغلي بالاتصالات تكنولوجيا المعلومات وبين الادب اللي انا الحمد لله الله اعطاني هذه الموهبه، عم بكتب روايه عن هذا الموضوع عن ما القادم او يعني بحاول استشرف المستقبل بعد 60 سنه. طيب نكمله. لو قلت لك انتصفت الحلقه راح نصها بتصدق؟ الصبح سبحان الله والله من جمالك يا ابو وطن. لا جمالك والله من جمالك. الله يصلك. انا ترى بقطع عليك كثير فيعذرني. طيب يعني مصور هلا ولا لسه؟ نحن قاعدين نصور لان هسه بدي اطلع فاصل وارجع لك. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل هذا الحوار الشيق الجميل مع الأديب الجميل نائل العدو.
سيداتي وسادتي، بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي. يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل. إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعدادا للهبوط. وشكرا. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. من أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة، جت كانت دوماً إلى جانبكم، همها سلامتكم ونقلكم، لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى. سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين، لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، والأديب نائل العدوان. طبعا بالاستراحه احنا شربنا ميه وجبنا ميه وحطينا، ابغاش يقولوا ما كانت موجوده، لا احنا شربنا ميه، حقنا نشرب ميه. طبعا اقل شيء نعمله بحياتنا. طيب بدي تكمل لي يعني هيك بعجاله عن مساله الروايه القادمه، يعني هي ترتكز على توقعاتك، يعني زي قصص يوسف الشريف مسلسل. لا احكي لك الفكره بجوز مطروحه ونحكى فيها كثير، بس انا عكستها على الاردن، يعني ما نحكى بالروايه يعني ما الذي سيحدث بعد 50 سنة، يعني الروائيين وزملائنا واصدقائنا وحتى الروائيين العرب عم بكتب بشيء سابق، يعني حدث سبق ويكتب فيه، يستخدم الموروث التاريخي ويبني قصته بالزمن الحاضر. انا لا، استخدمت الزمن الحاضر لكتابه روايه في المستقبل. يعني كيف؟ يعني انا الان عم بكتب بعد 50 سنة وكأني موجود في اليوم الحاضر، فهو السارد. يعني استخدمت أدوات العصر الحاضر؟ لا أنا الآن مش بالعصر الحاضر، أنا بعصر بعد 50 سنة. يعني أدوات مختلفة، التليفون ليس آيفون. لا 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 مش لا. آيفون 12 ولا 13. سيدي أحكي لك بشوية بتفاصيل بالرواية. الرواية تتحدث عن قصة حب بين الإنسان، وبشوف واحد من الشباب اللي هو البطل بشوف واحدة بالجامعة، طبعاً جامعة افتراضية كلياتها أنا بحكي، وبتعرف عليها وبيحبها و إلى آخره، وبيجي يتفقوا على أنه يطلبها من أهلها. فبيحكي لوالده أنه أنا بدنا نطلب فلان فلانية، فبتضايق أبوه، بيقول له هاي يعني خلينا نسأل عن أهلها. فبتطلع آلية البنت، روبوت. اوكي، وبطلع ولدها عنده، يعني يطلع الفترة اللي بحكي فيها الآلات بتكون هي الأسمى الأسمى مش المتحكمة. يعني هي الأسمى، يعني بيكون يقول لك بعد 100 سنة روبوتات هي التي. هلا هاي نظرية، نظرية وموجودة وفي ناس مؤمنين فيها. يعني إذا افترضنا أن هذه النظرية ستحصل بعد 70 أو 80 أو 100 سنة، وإذا افترضنا أنه في حياة للبشرية للناس الهيومن مع الروبوتات، فبالتالي في تمازج بينهم، يعني راح يكون في بينهم زواج، وفي بينهم راح يكون في اجتماعيا راح يكون في تبادل تجاري وثقافي و لكن هم من جنس ونحن من جنس، صحيح؟ بالتالي حالة الحب اللي أنا اختلقتها افترضتها. أنت بتسميهم جنس أيضا، بتصنفهم من جنس ولا هم جنس الآلات؟ الآلات. هيك جنس البشري وجنس الآلات. يعني مش ذكر أنثى. لا جنس الآلات. هلا التفصيل الجندري هذا مختلف، بس أنا بحكي هم جنس الآلات الآن، إذا افترضت أنا، إذا جاز التعبير. هاي المستقبل، هاي يعني لقطة من اللقطات اللي ممكن أنت وأنت تقرأها بتقول ليش طيب هيك، ليش أنا اللي عملت هيك. بنهاية الأمر أنا عندي الخيال، بحط بروايتي كما تملي علي يعني الأدوات الروائية وما شابه. طيب بدنا نخش في الطاسوس. لا يا ابن الحلال ليش غير؟ إذا حدا إذا بتقدر. الطاسوس.
هيك واضحة عندكم؟ واضحة. ما له الطاسوس؟ ما هو الطاسوس؟ سيدي أحكي لك الطاسوس. أول أنا ما بعرف شو الطاسوس. أنت ما بتعرف؟ كباقي مسمي كتابك طاسوس. كنت لا أعلم من هو الطاسوس. كباقي بجزء كثير من المشاهدين الآن يشاهدونا وبجزء يقول لك شو الطاسوس الطاسو. حتى في ناس بيحكوا لي الطاووس. هو لا الطاسوس. مرة أنا ووالدي جالسين يعني نتفرج على الأخبار. فظهر شخصية من الشخصيات الكبيرة مش بالبلد بخارج البلد أكون صادق معك. فتفرج والدي قال لي يابا شايف هذاك الزلم؟ قلت له قال لي هذا طاسوس. طاسوس. قلت له إيش؟ قال لي طاسوس. هو بالفعل لما شرح لي قلت له مزبوط كلام. الطاسوس كلمة عربية فصحى. الجذر تاعها طصة. طصة. طصصة. طصصة. مزبوط. الآن إحنا باللغة العامية أحيانا بنقول فلان مطصة. اللي بنضرب يا حرام واللي كذا. فهي موجودة عندنا بس إحنا اسم الفاعل ما بنستخدمه. اسم المفعول نستخدمه. المطصوص. المفعول مطصوص. شرحت له قلت له شو الطاسوس؟ قال لي الطاسوس اللي يعني لا يأبه للأمام. الاسم الفاعل. الطاسوس لا يأبه للذي أمامه. يعني بمعنى هو ما بهمه مين أنت. ما بي بطص. ما ما بي ما بيعني شو النتائج. لا يفكر. مش يقول لك عد العشرة. بعدش العشرة. متهور. هذا بعدش للعشرة. هذا بس يتخذ القرار. الطاسوس ممكن يكون الأب. ممكن يكون المسؤول. ممكن يكون خليني أحكي يعني الطاسوس هو حالة موجودة عنا بالبلد إحنا بنشوفها على فكرة نتعامل معها. وأحيانا مش عارفين نسميها شو هو يعني أكثر يعني ممكن بيشتغل بمجالات متعددة وحسب المستويات كمان. يعني رغم إنه في مقالة فيه عن الطاسوس. الطاسوس اللي هي الاسم. اسم أحد الروايات. أحد المقالات. أحد المقالات. لكن هل سأعتبر الراوي هو الطاسوس؟ الراوي. أنا مثلا أصدق. لا رأس نفصل الراوي عن كإبداعي. هو لأنها مجموعة مقالات نشرتها بالزمن السابق. هو مجموعة مقالات نشرت كانها في عمونة وجو 24. جو 24. جو 24. في موقع جو 24. عندما تختار يعني عنوان مقال تضعه العنوان الرئيسي ينسحب كل تنسحب كل المقالات. نسيج. في نسيج يعني في خط خيط رفيع بين كل المقالات. صحيح. عم تحكي عن نفس المفهوم. انا تفاجأت وانا اقرا فيه على هذه اللغه الساخره. يعني انا انت رواياتك وقصصك ما فيه جدية جدا. بس بالكتاب هذا. بس بالكتاب هذا ادب يعني ساخر. ادب ساخر. انا يعني جزء عشان جزء من تخصصي. لا ضحكت. ما هي وتعلمت. ووقفت وفي صح. بعض المقالات قلت لو اني صاحبها. صحيح. جميل. شهادة بتسمع. اتيت بهذه اللغة الساخرة. يعني وين مخبيها انت؟ وين مخبيها؟ يعني انا موجودة. شوف هي احكي يعني هي باعتقادي قضية الادب الساخر موجود بالروايات الثانية بس مش موجود بالحيثيات اللي أنا جمعتها بالمقالات هاي. هذا كتاب متخصص ساخر. هو كتاب متخصص. ساخر. أدب ساخر. ساخر. مقال ساخر. يعني في زي ما حكيت أنت ممكن تضحك على جملة أو ممكن أما مقطع ساخر مقطع موجود عند نجيب محفوظ موجود عند حنا مينا موجود يعني من وين جبتها؟ أنا أقول لك من وين جبتها. إحنا يعني سياق حياتنا في كثير ادب ساخر. يعني في احنا بنشوف الادب الساخر واحنا بالسوبر ماركت احيانا يعني بجنبك واحد مثلا يحكي جمله او يصير موقف قدامك او يصير في سياق لقصه بتعرفها او سمعت فيها. لا انت باني بناء ساخر. هسه في فرق بين انت تنقل مشهد ساخر وانت مش صاحبه بس مجرد ناكل له والعد فيه ببلغتك. وفي فرق لما تبني. يعني انا مثلا لما اشوف وانت كاتب عن الثلج وتتعامل معها بطريقه انت طريقه بناء بناء ساخر. انت لما تقدم شكر للحكومه على ما قدمته لك من اعمال يعني البناء تبعك من بدايته. مزبوط. يعني باعتقادي حتى يعني خليني احكي لك في الان عندنا الان بالاردن لاحظت انت من فترة 15 سنة تقريبا أو 10 سنوات صار في عندنا جو
من النكتة من النكتة صحيح. وصار في حتى يعني تصير عندنا مشكلة بالبلد اللي بتشوف السوشيال ميديا بتطلع بشكل يعني مذهل أحيانا يعني بظلمك إنه شو عم بصير سلاح المواطنين جزء من ما صارت. هلا أنا بحكم إنه يعني أنا بكتب قصة قصيرة أصلا يعني بحكم يعني هي تويست شوي اللي بتعملها أنت الإزاحة لموضوع إن بناء الأدب الساخر أو بناء القصة الساخرة. هي فيها تكنيك قصصي وفيها تكنيك ساخر يعني واضح بس مركزة على الفترة الفترة اللي كتبت فيها هاي المقالات 2013 كمان كانت فترة صعبة شوي وفيها يعني التحولات في التحولات كان الشارع كان الشارع كان فيها الشارع. كان فيها حديث كثير صحيح. وكانت صحيح. مادة خصبة انك تكتب فيها صحيح يعني. لماذا لم تستمر بالكتابة بكتابة المقالة المقالة الساخرة يعني بكتب بس ما بنشوف الشارع مضب. لا 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 بالعكس انا باعتقادي الان الفتره هاي اللي احنا فيها زادت يعني زادت الخصوبه يعني خصوبه الكتابه يعني الان انا بكتب لا بكتب بس بجوز لاني الفتره الاخيره تفرغت للكتابه الروائيه يعني بعد برضو كمان مرهق كتابه المقاله يعني مش سهل انك بدك متابعه كل فكر 200 كلمه لا 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 يعني في لا في شغل عليها وفي بحث ويعني فيها يعني انا بعرف كثير من الكتاب المقال الله يعطيه يعني كثير من الاصدقاء عم بتعبوا كثير بالمقال اللي هو ال 200 الكلمة هاي بذل عليها بذل عليها جهد كبير. شو اللي بخوفك؟ من شو اللي خوفك؟ خايف من ايش؟ حاليا خايف من ايش؟ خايف لبكره يجينا. مو بكره، من ايش خايف من بكره؟ وانت في وزارة تعد اقتصادية يعني. والله شوف ما دام انه الواحد يعني بيشتغل ب يعني بيشتغل بوضوح زي ما يعني نشتغل بوضوح ونشتغل للناس كمان يعني نشتغل بخدمة أصدقائنا بخدمة الشارع بخدمة المواطن. أنا باعتقادي ما في مجال إنك تخوف أصلا ما في داعي إنك تخاف ما في داعي تخاف ما في داعي تخاف. وبعدين الرزق زي ما حتحكي بنهاية الأمر إذا 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 عينك بعين الكريم على قولة أمي ليش تخاف يعني عينك بعين الكريم يعني كل هذا الفقر المتصاعد كل هذا الجوع الذي يأتي يوميا وبالزياد كل هذا الحرمان الذي نراه يتسع ما بيخوفك؟ لا ما بيخوفني أحكي لك ليش. بجوز أنا شوية بنتقدوني أصدقائي على الطاقة الإيجابية اللي موضوعك وطاقتك هجوم أنا ذبحتني طيب شو أعمل؟ أنا بكرت جاي وحطرك حي بصرك لا 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 كمل يعني أنا بنتقدوني أصدقائي كثير اللي على الهدوء هذا إنه أنت شو قصتك وطاقتك. أنا دائما بأدعو للتفاؤل حتى في أضنك الأوقات دائما وقف وعاين نفسك وأحكي شو النتيجة راح تكون وأسوأ إشي في النتيجة وحط بين أو تحت خطين ثلاثة على قضية التفاؤل إنه لازم تكون متفائل. إذا في عنا أوبشنز غير إنك تكون متفائلين ما في عنا أوبشن فبدك تكون متفائل لأنه أنا يعني عندي نظرية كمان إنه التفاؤل يجلب النجاح صدقني هي نظريه هذا نظريه الجذب هي مش نظريتي حتى يعني انا مش نظريتي يعني انا بطبقها الجذب وبؤمن فيها مؤمن تمام طيب في بلد يقال بانه الاردن يقال دائما عنه انه بلد المحسوبيه والشلليه وانه دائما موجوده هل حملك اسم العشيره والقبيله الى ما انت عليه الان ابدا على فكره يعني بجوز انا بدي الناس يسمعوا لا لا ما لا ابدا ابدا هلا موجود العشاء يعني انت يعني تربط نربط احنا دقيقه بس احنا نربط العشائريه بموضوع المحسوبيه لا ابدا وعندك مجتمع كامل انت بغض النظر عشائريه ولا غير عشائريه عندك مجتمع مكون من 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 جميع المنابت والاصول عندك بغض النظر يعني يجوز في واحد هسه مش صاحله ما عارف ايش لما يجي يسمع انه الدكتور دخلها بالعشائريه بس لا لا ما يقول لك يا عمي مو هذا ابن العدوان عشان هيك هذا الم تسمعه صيت والغنى وهذا ساير بالبيان ماشي في الاردن بيحكوا فيه بس احنا الان يعني ما اعتقد لا استطيع ربط العشائريه بموضوع
المحسوبيات. لا، المحسوبية بغض النظر عن أنت من وين، من عدوان ولا غير عدوان، المحسوبية ما لهاش قص. ممكن يكون صديقك أنت، مش يعني تكون أنت عشيرتك صغيرة مثلا، ولا أنت بجوز أنت ووالدك لحالك، بس أنت عندك نفوذ. يعني عمر ما حد يخاف منك لأنك من العدوان؟ ليش خاف؟ ما أنا بسأل، هو كيف ممكن يخاف منك؟ يمشي لك طلب، ليش بخوفه؟ يعني واحد يمشي لك طلب، خش وزارة، ما عارف إيش، أمورك تمشي بدل زي الناس العاديين تمشي ثلاث أيام، أنت تمشي معك ثلاث ساعات. ما أنا بضرب مثال حي موجود في الأرض. أنت باعتقادك موجود هذا الحكي؟ يعني؟ موجود. لا، الواسطات وال واسطات، بس شو أنا ما بحكي عنك. لا ربطة، لا ما بحكي عني، ما بحكي عنك، أنا بحكيش عني كمان. أنا بحكي على جملتك إنه أنت يعني لأنك عدوان في محسوب. لا، ما في ربط، ما في. لا، هي بالنهاية المحسوبيات ما لهاش خص بالعشائر. طبعا ما بحكيش عن العدوان كعدوان، أنا بحكي عن المجمل. من بيقولوا الأردن، مش بيقولوا، احنا عايشينها، فيها محسوبية وفيها شلالية وفيها واسطات. لا، فيها محسوبية. لا، فيه بدك نغطي للشمس بغربال. لا، فيها محسوبيات وفيها واسطة. واحيانا في طرق اذا ما في عندك واسطة فيها بتتوقف، حتى بغض النظر عن كفاءتك. صحيح صحيح. يعني كفاءتك شو، انت حطها على الرف واشتغل بواسطتك. طيب، هسه بدك تفهم. طبعا هذا على فكره يعني مش طيب، بدك تفهمني، هسه ابوك وامك ينادوك نائل ولا نايل؟ نايل. نايل، نعم. انا كنت متوقعك اني ما بعرف شو صحيح، لانه اسم هو الاسم البدوي الصحيح نايل. نايل، بس تعرف في شهاده الميلاد مكتوب نايل. انا بالياء. بالياء طبعا. نايل طبعا. طيب، ما استخدمته، ضليت تستخدمه، ولا بدك يعني نائل ارقى؟ لا ابدا، هي بس لانه الناس يعني الناس بالمجتمع بينادوني نائل. فصعب انك تقول له، كل واحد يقول لك نائل ويقول له لا نايل. نايل. فصعب يعني. اسهل كمان على اللسان بجوز. اسهل اعتقد. طيب، احنا على فكره ما ظلش من وقتنا معنا ثلاث دقائق. خذ خمسه سيدي. لا، مو أنا بدي أسوي لك. بدي أسألك الآن الأسئلة الشخصية اللي كلها مش أسئلة شخصية اللي كذا. لا، هذا كلها الأسئلة الشخصية السريعة. وين رايح؟ إيش وين رايح؟ طموحك. طموحي بأي مجال؟ هسه ما عندك الجانب المهني والجانب الأدبي. الجانب الأدبي هذا ما في طموح، هذا أنت شغلك أنت. يعني ممكن يحطوك وزير ثقافة، ممكن، ما مدريش، بس طموحك يعني انت وين رايح؟ بدك تصير وزير، بدك تصير نائب، بدك تصير رئيس وزراء، بدك تصير شو، بدك وين رايح؟ يقال في الاردن انه كل واحد لازم يحط عينه على منصب ويشتغل عليه، طبعا هو الغالبيه ما توصل. هل يعني انا باعتقاد يعني يعني هل هو الطموح الان صار في وظيفه حكوميه انك تصير وزير او يعني ممكن، يعني ما عندك ممكن يكون يعني ما مش حط بالبال انه يلا بدي اصير وزير او بدي اصير يعني بالمستقبل. لا، هلا هي اعتقادي هي اذا كانت استحقاق. استحقاق، فكثير من الناس بصراحه كثير بيستحقوا انه يصير وزير وما صارش وزير. مو هاد كلمه استحقاق كمان هي مفهوم استحقاق، يعني استحقاق يعني انه ما كلهم كل الاردن 7 مليون بما فيهم الأطفال الصغار شايفين حالهم يستحقوا أن يكونوا وزراء. لا، وصدقني، لا، مش مقولة هاي دقيقة. أقول لك ليش؟ لأنه في كتير ناس صراحة يعني ناجحين بشغلهم وما بده يروح على هذا الجانب المهني، ما بده. ليش عمرك ما سمعت في الأردن هالعبارة اللي بيكررها كل الناس؟ طبعا يكرر هذه العبارة ومثيلاتها، لو اني صاحب قرار لعملته كذا، لو احكم الناس 3 ايام. احكي لك واقاطعك بهاي. احكي لك، انا باعتقادي صاحب القرار كل في مكانه. كيف يعني؟ انت في ان شاء الله قاعد في مكان صغير كموظف في اي دائرة حكومية، انت صاحب قرار بانك تساعد. انا باعتقادي يعني انت تستطيع ان تصنع، يعني تستطيع ان تغير حتى لو انك موظف صغير. يعني هل قضية انه انا صاحب قرار وانه مش صاحب قرار وانا هيك التعليمات حكت لي هذا الحكي؟ يعني يعني صراحة عم نستخدموه ناس كثير بس مش صحيح. يعني انت وين موقعك تقدر تكون صاحب قرار انك انت تساعد؟ يعني واحد موظف مطلوب منه انه يكمل معاملة لك، اوكي، فعليا اذا ما كملها وقال لك انا مش صاحب قرار وا وا وا، هو يكون الحل بايده، المفتاح بايده. ممكن يكون يعني احنا تعرف، يعني انا عندي تصور انه اذا بلش الاصلاح من تحت، كمان بلش الاصلاح
الإصلاح راح يتدرج لفوق. يعني بالنهاية ما تتوقع أنه يكون من فوق لتحت الإصلاح، خليه من تحت لفوق. نظرية صعبة بس يعني ممكن ممكن تطبيقها. الحلقة خلصت، خلصنا احنا، زدنا دقيقة كمان. أنا آسف إني طولت عليكم. مش مشكلة، بالعكس أنا كثير استمتعت بالحلقة. حبيبي يسعدك. كان في نفسك تحكي شيء ما حكيته؟ الله يحفظ هالبلد. آمين يا رب. ويحفظ قيادتها. آمين. وأهلها. آمين. ويحفظك سيدي. كمان. أوه هذا فوق البيع. الله يسعد قلبك. أنا بشكر الجميل الرواية القاص والشاعر والفنان وال. سامحونا على. والتشكيلي نايل العدوان. ده قول نايل، انا اختمها هذا عشان ابوك وامك نايل العدوان. الله يمسيهم والله يخلي لك اياهم، ودائما يا رب تفرحوا ببعض يا رب. الله يمسيهم. شكرا لك حبيبي. شكرا ابو وطن. باي. حلقة الجاي اقطع.